تحية طيبة، معكم الأستاذ محمد راضي. أقدم لكم طلبة الأعزاء هذه المحاضرة الموجهة للفصل الثاني، وحدة المؤسسات السياسية. هذه الوحدة وضعت لها طبعا محاور متعددة، وصلنا فيها إلى محور تقريبا الخامس، وهو المتعلق بشرعنة المؤسسات السياسية. هذا المحور الذي سنعالج في هذه المحاضرة، شرعنة المؤسسات السياسية، اخترت الفحص هذا المفهوم لأنه يتعلق بعملية بناء شرعية المؤسسات السياسية أكثر من تعلقه بالشرعية نفسها كمنتوج أو كنتاج لهذه العملية. لماذا؟ لأن سوسيولوجيا المؤسسات السياسية عندما ستهتم بهذه المؤسسات، خصوصا في المقاربات الأنجلوساكسونية، ستهتم بالعمليات الاجتماعية السياسية، الاجتماعية السياسية التي تبني شرعية هذه المؤسسات. إذن بروسيس دو ليجيتيماسيون، سوف أحيلكم على مرجع له أهمية هنا، وهو كتاب ديلفين دولان، كتاب لا سوسيولوجي ديز انستيتيوشن بوليتيك. وخصوصا يمكنكم العودة إلى المحور المتعلق بلا ليجيتيماسيون ديز انستيتيوشن بوليتيك، وهو سأطرح معكم فيه من خلاله بعض القضايا، ومن خلاله إحالات ومرجعيات واستطرادات أخرى تتعلق بهذا المفهوم. إذن لنتحدث عن عملية بناء شرعية المؤسسات السياسية، نعود إلى ماكس فيبر أولا. لماذا؟ لأنه عدنا إلى كتاب إيكونومي إي سوسيتي، هو كتاب مهم جدا، ترجم طبعا في الفرنسية في بلون، الذي يريد أن يرجع إلى الترجمة الفرنسية، الذي يتقن اللغة الألمانية يمكن الاطلاع عليه. في هذا الكتاب سنجد ماكس فيبر يعتبر أن كل سلطة ومنها سلطة المؤسسات السياسية تحتاج إلى شرعية لتحصل على ماذا؟ على طاعة المحكومين. وهذه المسألة لا تخص فقط بالنسبة لماكس فيبر المجتمعات أو الأنظمة الديمقراطية، بل تخص حتى تلك الأنظمة غير الديمقراطية التي ستحتاج فيها هي نفسها أيضا سلطة هذه الأنظمة وسلطة المؤسسات إلى هذه الشرعية. وفي هذه الأنظمة، حتى الأنظمة غير يعني الديمقراطية، الشرعية هنا ستكون بالنسبة للحاكم الذي يعني يملك، بتعبير ماكس فيبر، الإكراه الفيزيائي الشرعي، يحتاج إلى إذعان المحكومين بناء على سبيل المثال على تقاليد أو عادات أو موروث ثقافي. ففي هذه الأنظمة غير الديمقراطية نجد هذا النوع من الشرعية المبنية على الموروث الثقافي وعلى التقاليد، والتي منها طاعة الحاكم، التي تتأسس كتقاليد وتحترم يعني كتقاليد. من هنا هذا المصدر للشرعية. وهنا بطبيعة الحال الذي سيحصل عندما نتحدث عن سيرورة بناء شرعية المؤسسات السياسية، هو أنها تصبح هذه المؤسسات تملك خاصية الموضع، الأوبجيكتيفاسيون، أوبجيكتيف، نقول أوبجي، أوبجيكتيفاسيون
quelque chose qui jet devant le verbe jaillir, donc التي تتجلى تتجلى أمامي خاصية الموضع. تصبح إذن هذه المؤسسات متجلية أمام الأفراد وهذه التجلية أو هذه الموضعة cette objectivation تمنح هذه المؤسسات استقلالية استقلالية شبيهة بالأشياء أو تجعلها كالأشياء بتعبير دوركايم تجعلها كالأشياء. إذن بالأكثر من ذلك هو أن هذه السيرورة سيرورة الشرعنة تجعل الأفراد والأشخاص الذين يعني يديرون شؤون هذه المؤسسات نفسهم هم نفسهم يخضعون لهذه السلطة أي لسلطة هذه المؤسسة التي يشتغلون فيها وبالتالي تمتلك هذه المؤسسات السياسية قوات الخارجية والإكراهية وتصبح هذه المؤسسات ليست هي مجموع الأشخاص الذين يقومون بأدوار معينة داخل هذه المؤسسات. فيما يتعلق بهذه سيرورة الشرعنة أيضا يمكن الرجوع إلى عمل إلى مقال مهم في كتاب جماعي ومقال لاغروي صدر سنة 1985 معنون بلا ليجيتيماسيون وصدر في عمل جماعي سمي تريتي دو سيونس بوليتيك طوم 1 وهو مقال يبين كيف أن هذه المؤسسات عندما يعني تستقل أو تكتسب هذه الاستقلالية النسبية على كل حال ولكن استقلالية أساسية جدا من خلال هذه الشرعنة تصبح مستقلة عن حتى الأفراد الذين يديرونها أو يتكفلون بشؤون سيرها. إذن هذه الشرعنة سترتبط بمفهوم مركزي هنا وهو المؤسسة عملية تأسيس هذه الشرعية التي ستمتلكها هذه المؤسسات. إذن عملية المؤسسة هذه التي سوف تكون أحد ركائز ضمان شرعية المؤسسة السياسية أو ضمان شرعية السلطة التي ستمارسها المؤسسة السياسية تحتاج هذه المؤسسة إلى ضمان استمراريتها داخل الممارسات الاجتماعية والسياسية على وجه التحديد. ومن هنا ستكون المؤسسة تحتاج لاستمرار هذه الشرعية إلى ما يجدد حيوية هذه المؤسسة ما يجدد يعني حيوية هذه المؤسسة هو وجود طقوس ديريت طقوس تحمي هذه المؤسسة وتضمن استمرارية شرعيتها. هذه الطقوس أذكر على سبيل المثال يعني الاحتفالات مثلا الاحتفالات الملكية والرحلات التي يقوم بها رؤساء الدول لمناطق نفوذهم داخل الدولة كل هذا يدخل في إطار طقوس ضمان استمرارية هذه المؤسسات السياسية وهو شيء يضمن استمرارية شرعيتها وهو الذي يمكن أن ننظر إليه كشرعنة عملية شرعنة مستمرة
داخل المجتمع. إذن هذه الطقوس، ويمكن أن أذكر طقوس أخرى مثل أشكال المسرحة التي يمكن أن تمارسها المؤسسات السياسية التي تتعلق ب يعني تنظيم احتفالات وتنظيم مراسم الاستقبال وكل ما يتعلق بالدخول والخروج والولوج إلى هذه المؤسسات وكل أشكال المسرحة التي يمكن أن تكون أساسية في ضمان هذه الاستمرارية، والتي تعبر عن تلك يعني الأشكال الأولية للشرعية. إذن هذه الطقوس سوف تجدد الترابطات التي توجد بين المؤسسات السياسية من جهة والنظام الاجتماعي من جهة أخرى، وأيضا هي تجدد الروابط أيضا بين هذه المؤسسات وبين التصنيف الذي تقوم عليه، لأن هذه المؤسسات تقوم على une typologie politique et institutionnelle. هناك مؤسسات قضائية، مؤسسات شرعية، مؤسسات، وهذه التصنيفة من هذه التي تقوم عليها هذه المؤسسات عملية يعني إنعاش هذه الطقوس وممارستها تمكن من تجديد حيوية الترابط بين هذه المؤسسات وهذه التصنيفات التي تقوم عليها. وهي تصنيفات لا يمكن يعني أن تستمر أو أن تضمن استمراريتها إلا بضمان شرعية هذه التصنيف نفسه، شرعية هذا التصنيف نفسه. وبطبيعة الحال أيضا هذه الطقوس تضمن تجدد وحيوية الروابط بين هذه المؤسسات السياسية وبين غاياتها أيضا من جهة أخرى، لأن المخيال الجماعي والجو المناخ السياسي يجب أن يتغذى، وهذا من صالح استمرار هذه المؤسسات، من خلال إعادة إحياء شرعية الغايات التي تقوم عليها هذه المؤسسات السياسية. لكن وهذا من بين أهم النقط التي أردت أن أثير في هذه المحاضرة، هذه المأسسة التي هي مأسسة للشرعية والتي هي شرعنة للمؤسسات السياسية تواجه مخاطر أساسية، وهذه المخاطر التي تواجهها تتعلق أساسا بأن مبررات القواعد المؤسساتية لا تكون في الغالب واضحة، ولهذا نجد دائما هناك في خصوصا بالنسبة للبحث السوسيولوجي الذي يحاول أن ينصت إلى نبض المجتمع وكيف يتحرك من الداخل، يمكن نلاحظ كيف أن كثير من الجماعات والفاعلين يعني يتبادلون نقاش سجالي في وسائل التواصل عبر النت أو في المقاهي أو غير ذلك، يعني حوار سجالي حول مبررات العديد من المؤسسات السياسية، وتجد حججا تتقارع وتتضارب حول هذا الأطر في هذا الإطار، حتى بين الأحزاب السياسية وبين السياسيين الآخرين هناك دائما نقاش سجالي حول هذه المبررات، وهنا يظهر خطر الذي يواجه
شرعية هذه المؤسسات، وهو أن هذه المبررات نظرا لأن هذا السجال حولها وحول قواعدها يدل على غموض أساسي في مبررات قواعد المؤسسات السياسية. إذن هذا الغموض يفتح دائما، تحدث عن هذا الخطر، يفتح يعني التأويلات المتعارضة، أو يفتح باب التأويلات المتعارضة وتضارب هذه التأويلات حول هذه المبررات. إذن السؤال الذي يطرح هنا، كيف سوف تواجه أو كيف ستواجه المؤسسات السياسية هذه الخطورة أو هذا التهديد الذي يهددها؟ هنا سوف تستنجد المؤسسات السياسية بالسجل القانوني، أو بتحديدا سجل اللغة القانونية، من أنها ستتحول دائما إلى لغة قانونية. لماذا هذا الاستنجاد بالسجل القانوني لضمان استمراريتها، أي استمرارية شرعيتها، وهو الذي أقصد به شرعنة أو عملية بناء شرعية هذا المؤسسة؟ لأن التشكل القانوني للمؤسسات السياسية يمنحها من خلال اللغة القانونية يمنحها صورة الحيادية، أي أو أنها تكتسب خاصية الحيادية والعمومية التي توجد في القوانين أو في لغة القانون، وبالتالي تصبح أو تظهر المؤسسة السياسية على أنها يعني محايدة، وهذا بفضل الصياغة القانونية أو أن تحولها إلى أو تحولها إلى تشكل قانوني. ف يعني سيرورة شرعية أو شرعنة المؤسسات السياسية ستتم عبر التشكل الرمزي للغة القانونية التي تبدو محايدة، بمعنى أن هذه المؤسسات ستتحول إلى شيء رمزي ستتحول إلى دترم جريديك، دي كود اون فيغور، يعني قوانين جاري بها العمل في لغة القانون. هنا هذا التحول إلى ظاهرة رمزية، إلى تشكل رمزي، يسمح بأن تمارس هذه المؤسسات أو تستمر في ممارسة سلطتها الشرعية. وكما نعرف هذا الحياد القانوني في اللغة القانونية راه هو يعني حياد لا يمكن لنا كسوسيولوجيين أن نغفل على أنه في التحليل السوسيولوجي هو يرتبط في الأصل بمرحلة تاريخية أو بأشخاص معينين أو بسياق تاريخي معين وبأحداث معينة معزولة ومحددة في التاريخ، ولكن هو عندما تتحول هذه الأحداث وهذه الوقائع والتي ساهم فيها أشخاص معينون تتحول إلى صيغة قانونية، مثل تحول يعني الثورة الفرنسية المحددة في الزمان والمكان إلى صيغة قانونية في الدستور الفرنسي وفي ديباج في بعض بنود حقوق الإنسان مثلا، هذا لا يجعل السوسيولوجي يغفل على أن هذه اللغة القانونية وبالتالي هذه المؤسسات السياسية هي في العمق وفي الأصل وفي البداية هي نتاج لمصالح سياسية وأحداث واقعية، يعني فئوية، مصالح فئوية ومواقع سياسية خاصة تري سبيسيفيك ستدوب لتتحول
يتحول إلى قانون عام ويبدو محايد. إذن اللغة القانونية هنا التي سوف تلبسها المؤسسات السياسية تخرج يعني من دائرتها المواقع والمصالح الفئوية أو المصالح التاريخية التي ساهمت فيها، تخرجها من دائرتها وتبعدها وتصبح مقاربتها للسلطة السياسية مقاربة معيارية ومقاربة تظهر على أنها محايدة. لكن إذا كنا نلاحظ هذه المسألة، فإن الملاحظة التي تتبع هذا هو أن شرعنة المؤسسات السياسية يعني لا ترتبط بالضرورة برؤية غائية تيليولوجيك، برؤية غائية تتعلق بفئة اجتماعية معينة أو بوقائع خاصة تاريخية. هنا تحاول المؤسسات السياسية أن تبتعد من خلال لبوسها أو لباسها للغة القانونية على أن تربط، وإن كان هذا يحدث أحيانا ولكن في العموم ليس ضروري وليس في الغالب، أن تبتعد عن ربط شرعية سلطتها بالغايات. حتى إذا نظرنا بل تربطها بالماضي وبالتاريخ وبالماضي، وهنا سنلاحظ كيف أن مثلا حكومة التناوب يعني غوفرنمون دو كونكوردونس في سويسرا ما بين خلينا هذا المثال ما بين 1959 و2003، هذه الحكومة كمؤسسة سياسية والتي تقوم على توزيع شبه صارم للسلطة التنفيذية السبعة على يعني الأحزاب الأربعة الأساسية في هذه الحكومة، سيت غوفرنمون دو كونكوردونس، تعود بشكل أساسي لا إلى الغايات التي تبنى عليها هذه المؤسسة السياسية، بل إلى التاريخ الوطني المكتوب سواء بالكراسات المدرسية أو بالمنشورات الجامعية التي تتحدث عن ما يسمى بالتوافق السويسري لدعم هذه الحكومة بالذات. إذن يتم استعمال الكراسات المدرسية والمنشورات الجامعية فيما يتعلق بتأسيس هذه الشرعية المتعلقة بهذه المؤسسات، وهي كلها في الغالب تعود إلى التاريخ، خصوصا التي تهتم بتاريخ نشوء هذه المؤسسات تعود إلى التاريخ لتبني هذه الشرعية. كما أن الجمهورية الفرنسية الخامسة على سبيل المثال، السانكيام ريبوبليك فرانسيز، ستعتمد أيضا بشكل أساسي لضمان استمرار هذه الشرعية على أرض الواقع داخل الممارسات السياسية على هذه الكتابات التي تمجد هذه الجمهورية، وبالعودة إلى تأصيل هذا التمجيد داخل التاريخ. وإذا لاحظنا هذه الكراسات التي تتحدث والكتب التاريخ التي تتحدث عن هذه الجمهورية الخامسة تضع الجمهورية الرابعة بين مزوجتين لتوجور ميز أونت بارونتيز، وتتحدث عنها على أنها نظام نيمور يعني ولد مائتا، بمعنى أنه سيزول وأنه من الضروري أن نتوجه نحو جمهورية خامسة. هنا نلاحظ كيف تبنى هذه الشرعية من خلال هذه الكتابات، وسيكون لنا لقاء آخر إن شاء الله في المحاضرة موالية لتكملة محاور هذه الوحدة، وحدة المؤسسات السياسية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. في إطار عملية التعليم عن بعد والتي أعلنت عنها